مين عمره تخيل عزيز في البيت كيف بكون؟ تخيل دائما عزيز قاعد بغرفته هيك. بيجي واحد عليه عزيز تعال غدا. بعيدي كتير. بيجي مثلا بده يدخن. بيطلع اخر سيجاره. ابكي يا حزين. تخيل لو عزيز مطرب هندي. اوكي بعدي بولي كنده يا بنت الناس قولي ما لي بولي كنده بقول لك قصدي ما لي بولي كنده عنا علاء وردي كمان علاء وردي علاء وردي اكيد كلنا شفنا فيديوهات على اليوتيوب اكيد كلنا شفنا فيديوهات علاء وردي في اليوتيوب خلانا نركز بكل الاصوات اللي بنسمعها أول مرة خطر بالي للأسف كنت في الحمام. السيفون. كنت غسل. ليه حلق مش هون. بتشوفوا الأفلام لما بيكونوا اثنين هيك قاعدين مع بعض ببلش هذا المقطع تاع أو بيطلع واحد بيحكي أوه شيت واكتب لك تبا لك. أي مبروز روح عمل تبا. ليش؟ مبروز روح عمل تبا. لا وين المشكلة كيف بضحك علينا؟ لما بحكي بيس اوف شيت بيطلع لك هراء. هراء صفة إسهاب. مشكلة كمان بالأفلام بيجي واحد عند واحد إنه ليتس هاف ا سكس. اكتب لك هيا لنقم علاقة. بتغير القناة بتحط على الجزيرة بطلع جورج بوش سنقيم علاقة مع العراقيين. صار تتخيل منظر جورج بوش نور المالك في مكان صراحة.